يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلب الشماغ والجاكيت بعد صلاة الاستسقاء هل هو مشروع؟ الله الذي ورد قلب الرداء، الشماغ ما هو برداء، الجاكيت مش الجاكيت هذا، الكوت أي هذا يشبه الرداء، لا بأس هذا يشبه الرداء، الشماغ ما أعرف فيه شيء ما، لكن إن كان إنه يريد إنه يعمل بالسنة يشارك في العمل بالسنة حتى ولو لم يكن مثل الرداء، يعني إشعار بالعمل بالسنة لا بأس إن شاء الله. نعم.